أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها أتهتدي
تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لأدخل الصراع حسبته لجة فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إن صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله